مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة المعمول بعجينة سميد. بدنا نعمل مع بعض معمول بتمر ومعمول بفستق حلبي. عنا سميد خشن، هيدا سميد الخشن، هيدا القوام اللي له. كمان عنا سميد ناعم، سميد ناعم هيدا نفس الشي، طحين فرخة ناعم كتير بيجي مثل الطحين الابيض. سميد الخشن عنا كوبين ونص، وثلاث ارباع الكوب عنا طحين فرخة، كوب سمنة وربع كوب سكر، كمان نص ملعقة صغيرة خميرة، ونص ملعقة صغيرة محلب. هيدا المحلب في ناس كتير بيسألوني شو يعني محلب. المحلب بيجي من أنواع البهارات للمعمول، كتير بيعطي نكهة طيبة ولذيذة بالمعمول. لنبلش الطريقة مع بعض بسم الله. بنحط المقادير كلها فوق بعض، حطيت النواشف كلها مع بعض، هلأ بخلطهم. بعد ما خلطتهم منيح بهيدا الشكل بحط فوقهم السمنة. كمان بخلطهم شوي، برجع بعجنهم بالإيد. هلأ بدعكم بالإيد بهيدا الشكل ليتخلطوا منيح. خلصنا تخليط، بعد ما غطيناهم هلأ بتركن على جنب أقل شي يرتاحوا ساعتين، ومن الأفضل إذا تركتن عجنتن عشية بالليل وتركتن ليلة كاملة. بعد ما ريحت العجينة بدنا نكفي الطريقة مع بعض. عندي ربع كوب ماء زهر وماء ورد مع بعض، بنخلطهم مع العجينة، وإذا احتجنا ممكن بعد نحط فوقها. خلطهم منيح، واو ريحة كتير كتير بتعقد. كمان رح احط ربع كوب موارد فوقهم، ارجع بسم الله بعجن، بحط موارد ومزهر اول شي، بعدين موارد ليصير عندي عجينة متماسكة. خلصنا عجن العجينة، هلأ بغطيها وبتركها ترتاح ساعة. بالوقت للعجينة عم ترتاح فيه، هلأ بتعمل أنا وياكم الخلطة. عنا كوب فستق حلبي بهيدا الشكل منعم شي خفيف، ملعتين طعام سكر، كمان
ملعقة طعمها زهر، ملعقة طعمها ورد. بخلطهم كلهم مع بعض منيح. بسم الله. ريحتهم كتير حلوة. هلا بحطهم على جنب. تمر، عندي حشوة التمر نشتريها من السوبر ماركت بهيدا الشكل بدون البزر، كمان ملعقة طعمها زهر وملعقة طعمها ورد. بنحطهم فوق التمر، نعجنهم مع بعض. بسم الله. بس عجنتهم مع بعض، هلا بدنا نعملهم كرات انا وياكم. بسم الله. بعمل كرة بهيدا الشكل الصغيرة. رح اعملهم كرات وبتكون العجينة ريحت ساعة، برجع بشوفكم. بعد الساعة بدنا نكفي مع بعض. بسم الله. بدنا نبلش بالمعمولات. بهذه الطريقة بشيل التمر. بقلب العجينة بهذه الطريقة. هلا بحطها على ورقة الزبدة. رح اعمل وحدة فستق كتير صغيرة كمان. شكل تاني بالقالب. بضغط عليها للعجينة لسكرها من جميع الجهات بهيدا الشكل. عندي هيدي الرسمة هون احط فيها كمان. شوف شو بيطلع معنا. هيدا الشكل. هلا لكفيهم وبرجع بشوفكم. بعد ما حطيتهم على ورق الزبده هلا بدخلهم فرن حامي على درجه 250 من الاعلى والاسفل. هول المعمولات اخذوا بالفرن حوالي 10 دقائق. هول المعمولات اللي عملتهم انا وياكم. بدي رش سكر بودره. هيدا لنشوف من الداخل كيف طلعوا. هيدا الشكل. كمان معمول التمر بدنا نشوفها كيف طلعت من الداخل. عجينة كتير رائعة مثل ما شايفين بتفت فت بهيدا الشكل. هذا المعمول اللي عملته أنا وياكم للعيد. تنعاد عليكم بالصحة وبالعافية يا رب جميعا. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.